Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil murselin seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Ve yevme yunfakhu fis-suri fefezi'a men fis-semawati ve men fil-ardı illa من شاء الله وكل أتوه داخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور واذكر نبي وشاب يوم درار ينفخ لأفوفي في الصور صورة لأفوفي خوف فزع ودبدنا ارغغخو من في السماوات سماواتك انت كجرتي ملائكه يا وح ومن في الارض يا وحي دولك جوغاي اي ارغغخان ابس ايا كدعيسا الا من شاء الله انت الهي دون ان يغو naxdinta suurta ay ka naxayaan aan lahayn mooyaane kulka inta mufasiriintu waxyaalo badan bay ku kala sheegsheegeen oo qolo waxay tiri malakul jibriil iyo mikaa'il iyo israafiil iyo malakul mawtka weeye qolona waxay ku fasireen waa shuhadada shuhadada weeye shahaadada ay qolana ku fasireen qolana waxay la waa xamalatul arshiga qolada arshiga haysa qolo ahlu jannaha waatay weey qolaba saas qolana muusa ay ku sheegay oo fazaca isaga waagii buu naxdin ku dhacdo tiiba looga reebay bay leeyeen hadaba dharaarta bal ka sheeke ويوم ينفخ ذن وحي كحرم تاهي ويوم نحشرهم تي حالي أنه حقا كسو مرنا بي كحرم تاهي ويكو عثن تاهي وشيك تي حقا أنه كسو نري واذكر يوم نحشرهم شيك تنا شيك تي بي يرعسن تاهي تاسي رعسن تاهي ويوم ينفخ واذكر يوم ينفخ في الصور صورة عشاد الله أفوفه أوف فزع ونحو من في السماوات ومن في الأرض بعين نحان إلا قول ذا دبي لشيك دون مويان يوم ينفخ إيف فزع يا إسكو عطفا كل كا ينفخ حق عربي فعل كيوي يا مضارع مستقبل كالورنجري ففزع نوام ماضي كل كا haddana way isku cadfan yihiin macnaha waxa looga jeedaa fafazicada macnaha ayay ka tahay fafazica ee wax weeyaan way argaga ilan weli mayna argaxina waa la nixi doonaa ayay macnaha ayay ka dhigan tahay waa la nixi doonaa man fi samaawaati waman fi lard man fi samaawaati waman fi lardi oo wixiina fi ku jirto cidda naxaysa ee waa tahay ku dhimanaysa waxa weeye waa ciddii nool een weli mawd hore ku dhicin weeye ee ciddii kolkii hore mawd ku dhacay ambiyada iyo shuhadada iyo ee iyaguba intay dhinteen haddana dee qabrigooda ku noolaa kuwa ma aha fazacaasina wuxuu gaadhsiinayaa laleeyahay way fasaxay naxdin ay naftu ku jiraysa ma ahe nafta ka baxaysaa loo jeedo nafta yaa ka baxaysa ilaa man shaa allah inta ilaahay doono ma ahe inta aynu sheegnay ayay noqonaysaa ilaa man shaa allah
وكل رمان من في السماوات ومن في الأرض ذي بالوجهدة وكل توين تاسي وحي كعول تاي ضميرا وكلهم بيكردقان تاي وكلهم انتاي نصوشا قلنا من في السماوات ومن في الأرض رمان تولو أتوه وإيمان أيان داخلين أيقو يعني أن ساغرين أي إيمان أيان وديدد يعني مثلا بإسكرد بإسان أي إيمان أيان وهيبت بكل عيسى بالوجه ده آتوه يا آتوه لبدا قراء إن فعل ماضي لقدقو يا إن اسم فاعل لقدقو كل هذه فعل لقدقو آتوه ويانو ألفتنا ولا قابنيا هذه اسم فاعل لو أقلين آتوه ألفتنا ولا مذيا تاذنا ولا قذيا كل إنتاسي يوم القيامة ويئمن أيان iyagoo saagriina ay iimanayaan oo yaani kulkay dhacdo wax dib u dhacday waxa sima jiray kullu way wada iimanayaan kulkaaba ah wax haraya iyo wax yaani midan ba dib u dhacay malaha wax dib u dhacay malaha wa taral jibala بورها والأرك دون تا قيامة رأس قيامة هالشيء وذكر يوم ينفخ كشاكة ويوم تر الجبال هالكاسك حرمتها وذكر كشاكة يوم ينفخ رأس الأفوف يسورت أو ترى الأرك دون تا الجبال بورها يا الأرك دون تا بورها نقول كوكيا لا يا الأرك دون تا قيامة تحسبها أذقو موذية جامدة إن ميشة كوي قنتو يجوكتو كل كاد يعني شيد أرقتو واحد موذيسا إن بورتي ميشة دي جوكتا موذيسا وجامدة ماذا يعني ميشة دي وناي تاقن تايبا موذيسا والحال هي يدنا تمر أي صعوتو هدنا مرة صحابي سيد ضروره أصعلان أي أصعوتا وضروره كل كاي صعلان سعد يعني اللي قرتوه مغلم معها أشياء ذا وأوين ولا نقول كه السعدان سعد صو أن للدريمين سعد كذا يا السعدان كل كه بورهم واسدة بورهم واسدة ويا تمر مرة سحاب إذا وحلو جل بورتي بربر باكل عيا كل كه سيلا بربر صن أو بور يا إسحاق سنة إسحاق هذا ندبيشة وضة كل كوا حلمودي إنه مش أون جوت هالمودي يا إنه مش أون جوت وين الصعطة أصلاً ضرورة الصعطة كله يا الصعطة ثلاثة الأركيسة أو يعني هو حوشن نرارت على عيسى يا بورها ثلاثة كده عيسى أنت على بربريو يلا بورتي أنا سيدي كبر برسان وبر مودو أي بورتاي أي حد أنا إسحاق تا كل كاس هالمود يعني تاجن تاي ماشي وحين هو يسعتها يوصل على ضرورة الضبيش وكل كقول فتاه يسعتها يسعتها صنع الله فرسما الله ده فرسما الله فرسما الله وصل على أي تهاي يعني يلاو المود إني تاجن تاي هذا نص عتوه فرسما إلهي وصنع الله ذو حكدة عن تهاي يعني صنع الله إلهي بالسمية صنع صميم بسمية حق عربي كل كلا يهو دبي نوح مقن فعل كي إياه إنتي بإسلام مقن كل كاسة دبي نمسر كي أوكليا ماشي هري كل كاسة الله يدافعي صنع الله ذي فعل كي دبي الله يدافعي وصنع الله بالير سلاسة ماشي كتاق انتهي oo waxa loo jeeda samayskan aynu soo sheegney
buurta sidan ah waa sanaca ilaahay bay ka dhigan tahay alladii allihii atqana sugay kulla shayin shay kastaba sugay ilaahii kolkuu wax samaynay shay walba siday u habboonayd ka dhigay waa tahay allaha farsamadiisii weeye sidan aynu soo sheegnay buurta lagu soo sheegay innahu ilaahay khabiirun wuu og yahay bimaa tafcaluuna waxaad samaynaysaan oo dhan buu ilaahay og yahay waxaad samaynaysaan ayuu ilaahay og yahay oo dee wax sanninkii sameeyaana wuu og yahay jaza fiican buu leeyahay wuxuu ninkiis haddaad wuxuu samaysaanna waa tahay wuxuu yacni wuu og yahay waxaa xun buu og yahay sidaasuu ilaahayna ayuu yahay baa la leeyahay man jaaa ninka la yimaada bilxasanati wanaag la yimaada towxiidka laa ilaaha ila allahu baa loo jeedaa yacnii laa ilaaha ila allaahu ku dhawaaqa falahu wuxuu leeyahay khayrun buu leeyahay khayr buu leeyahay minhaa ay bisababihaa xasanadaa sababteeda uu ku dhawaaqay ayuu khayr ku helayaa ayuu khayr ku helayaa man jaa bilxasanati qiyaamadii baynu haynaaye lan watara ljibaala taxsuba qiyaamadii baynu sheekadeedii ku jirnaaye man jaa bilxasanatidu waa qiyaamadii buu la yimid ayuu laa ilaaha ila allaahu la yimid masalan kolkaa halkaasuu ku dhawaaqay ma aha halkaa kolkuu joogay qiyaamada ayuu laa ilaaha ila allaahu yidhi ma aha ilaa halkaa waxba laguma xasanaad iyo waxa laysu qoraa midna ma jiree yacnii isaga oo wata oo adduunyadii ku soo ashahaatay laa ilaaha ila allaahu ku soo yidhi ayuu qiyaamadii la yimid baa loo jeedaa falow haddaba ninkaasi wuxuu leeyahay khayrun khayr buu leeyahay shay sawaab ah ayuu leeyahay minhaa xaggeeda yacnii xasanadan xaggeeda ayuu khayrka ka helayaa baa leeyahay oo laa ilaaha ila allah duu khayr ka helayaa khayruntu afcalu tafdiilna way noqotaa kolkolla waa laga qaadaa tafdiilnimadoo yacnii khayrun bay iska noqotaa aan baday ku jirin falahu wuxuu leeyahay khayrun un buu leeyahay ee khayr khayr badan khayr oo akhyar afcal sidii wax la yidhi oo kale ah falahu wuxuu leeyahay khayrun wax u khayr badan oo kolka waxay noqonaysaa taa tafdiilka waxa loo diidayaa yacnii laa ilaaha ila allahu daran xasanada ku fasirnay wax ka khayr badan ayay noqonaysaa kolkaa ma jiro wax ka khayr badanna oo haddii la wax ka khayr badan laa ilaaha ila xasanadan laa ilaha ila allah lagu fasiray khayr badan buu leeyahay dee wax ka khayr badan baan jirin kolkaa waxay noqonaysaa falahu khayrun buu leeyahay sawaab buu leeyahay un weeyaan oon badi lagu sheegin minhaa bimacnaa bisababi haa buu ku leeyahay xasanadaa sababteedu khayr ku leeyahay meeshaa la yimid wahum kuwaasi ilan mantani lafdiga unbay ka tahay mufride man jaa dadka badanee bilxasanati la yimaada bay ka dhigan tahay xagga macnaha way ka fara badan tahay mantu ilaa inta xasanada la imanaysaa ruux keliya maaha waa ummad badan wahum haddaba mankaa faraha badani yowmaydin dharaartaa aaminuuna waxay aamin ka yihiin min fazicin bay aamin ka yihiin naxdinta la naxo ee la argagaxo taasay ka yihiin aamin ilaa waa nin ilaahay sawaab soo siiyey oo adduunyadii yacnii khayr ku soo noqdo muumin soo noqday
ومن جاء نك لي مادة دول كل يعني قل الله تما دم يكذا قنتها بسيئات حمو وشرك وحساسة تيهور التوحيد بين كسر شغل لا إله إلا الله بين كسر شغل كل كات تنا دوا نك شرك لي ما دوم بين قرصة ولا إله إلا الله ذي بسود دي فكبت وحل وتوريا وجوههم وجهودا كو يعني سيئات اللي يمد وجوههم وجيالك في النار بالغتورية ويعني كل القرش دينا يوال التورية ساسا الغتورية وجه قودي بالشيغي وجه قودي يعني ماشي وقفي عني ايال ليه ياهي ايال القرش دياه ماشي وقونا سيدجرك كلنا محافظ مليم كل اللي قرشده فعل كاسي كله قول با كدن بينيه ويقال وحل عرم با ميشو ياي كده قنطاي هل تجزون ميال إذن أبا المريي وعذاب كل إذن كرشده إلا بما كنتم تعملون وحي السميسين موياني وحكالي ميال إذن كرشده سو عمل كنيون معها ساسا نارسل يا القرن إياه هل تجزون بالغورن يا إلا ما كنتم تعملون واحد سميسين مويان إنما أمرت وحل إفري يعني ماشي وحا كجرتا قولك أين أرنجر نوو إسكم مغنى هذا قولك مقول قولك أم بالله سوقاتا وحل يري أم بالله سوقاتا إيوا وحا مقول كي اللي يلوم على سوق هذا وحي قول كي إنه تسي وما قي إما كماشة وحي كذا عن تاعي ويقال وح الأرنب كذا ما يقول باي كذا عن تاعي قل واحد كتر النبيو نمن كان لقدر إنما أمرت أنا وح الفري أنا عبد إن أنا عابد رب هذه البلدة بلا بلدن يعني مقالدن تنعى ومكا إن رب هذا عابدو أي الله إفريده تدك السدع كله بالليه سدع تدك كله وكل هذا يعني باللوغي إيا خاتمة دي وحي كشي كيني الله بذي ما والله صوشي oo khaatumada wixii ka sheekeynayna aayadahan dambe waa inaga ku hayna qiyaamadii mabdii abuurkii horena yaani xaqi hore lagu soo sheegay kol hadaan awl iyo aakhir badadkii gaar warkii gaarsiisay oo qiyaamadii iyo wixii intihadiina aad ka sheekaysay dabeedna waxaad ku tiraa إنما أمرت أن أحل إفري وأن أنا أعبد رب هذه البلدة مقالة أن جوغن إيضا إيه مكاة رب جيدة عابد بالير رب هذه البلدة ذا إلهي مخلوق ورن رب بقوة ذيها إيه رب مقالة كليهم برب بقوة ذيها معها إيه وحل أقوى الضعفين يا مقالة رب جيدة اللولة إيه ولو شرف إياه الذي ربك حرمها حرم كدغاي مغالدان حرما امنا الله كدغاي ان واخ لو دخدلي ان واخ لو بييو ودي كحرام يالي الله ان عابدو يلا يفريده وربك يلا يلا سفينيا الذي قرادة كلي التي حرمها تراها بلدلاي نقنصها تاسي رب هذه البلدة التي بلدلي بي نقنصها حرمها إلهي وحرمي وكدغ يعني حرم كدغ كلها وحل الدرينسين يا تذكن دقنبا للدرينسين يا حرم هذا
يعني حرم كده جدا إن النعمة هاي بالدرين سينية إلى الماشي ضد يدو يخلق مدمى إسكده وح نولة أو نولة إسكده هي تاقي ذي نرتي ذي وحاسان لتابنا إن وحلي الكريم أنت قويه كل كار نعمة اللي ينسيه بالوجه ذا أو وضنك يعني جزيرة العرب نباتوين بدن بكرد عجرتي إسرائي أو إسكو دولودي نباتوين باجر جرتي كل كار لكن مقالة إلهي حرم آمين بكرد غو وحبل إسكو ما يلجرين كل كار لصوق غلو لبدي علا وإسكو ذجوق جرين كي شلي واتاي إهل كاقدي لهداز كوارتان لطابن مايو هذا مقالة السلاسة إلهي حرم آمن تكردك إن أن أبدو أيا يا الله يفرق وله إلهي كل شيء شيء والب إساق رب أواه ويعني رب هذه البلدة تدر عين صوت شاقنا يعني حرمون بلوجي ذي أشياء ذو رب إساق رب أواه ووضع أبو وسطي ووضع ملك سن وأمرت وحل إيه فري هذا الكلام ذي بقول سعته وأمرت وحل إيه فري ده أنا أكون إن أنا هذا من المسلمين إن أنا كمل هذا إن أنا كمل هذا أي الله إيه فري يعني النبي هرب وقمت بوها مسلمين تا يعني إن أنا إما كان قال إسلام لماذا الله في القصة ذات إسلام وير مقدم معها وحوي إن أنا قصة قلنا هذا مسلم لماذا يديهم ونكد دائم وي أي الله يفرق وأنا أتلو إن أنا أقرأ القرآن القرآن كأقرأ وأن دعوة ذا إذا كل العليو كان والله يفرق وان اطلو ذا سلبا معنى يوبي كنتايو راعدنا وين نقطة اغرنت تلاوذنا وين نقطة اتباع راعدنا وين نقطة كل كهو وان اطلو القرآن القرآن كإنان اغريو وندنكو اغريو يالله يفرق تا وين نقنسا إن القرآن كرها أنا وين قنيسه وأنا تلو القرآن القرآن كإن رها بمعنى معناه القرآن كشيء غيو وحي أوامره وحي نواهي السد وشيء غي إن رها ثانا ولا يفرق فمن يتدا ننكهنونه إلى القرآن كي يعني هو إلى يقال الجد الأقرية وأنا أتلو القرآن هذا يعني إيه جيبان إذا كنا نريد كتب الأغنياء إيه الله يفرح بك هذا كم تاعي هذا هو ما نريد كتب الأغنياء تعد وافق لي عدي ذل بذبا ويسو وي وين وين ما نسا لبدي بالك الشيء جيادي ذا كل خلاص كتب الأغنياء فمنه تدا نك هنونا القرآن كي سدي ويدكو هنونا فإنما يهتدي لنفسهم بو هنونا إلين ثواب كعد كلا لما له إسقى ثواب كاره القرآن كسدو يدي بوراعي إسقى ثواب كاره ومن ضل إنك بعد يسا وهنون كديدنا فقل وحت لها أذنك أكوت لها إنما أنا أنجو من المنذرين كوا الدقي يوم بنكمل ذا كوا الدقي يوم بنكمل ذا يعني إن أنا كوو خصبو أنا قلت تايم معها يعني كوما كوما إلهي هذا لو كهانو أنا كوما هانو ننكره الدقي دقنين توم بان لا يحس هذا رسول شهور الدقي جرثي أدت كوجد الدقي جرثي وححن صدي أم بان حي بولي أنا قلنا الدين قارسي أم بان لا يفرق وأنتي يعني آيات ومنسوخة ليلة وأنت عندك الله يوحى أن لا يسفر مهم
وقل واحد تلاها الحمد لله إلهي باب مهد أنا جا إلهي ويفون يهيدي وإلهي كم مهدي إلهي كم مهدي منذر نمذا نبا ونعمه دي جدا ودي جا الرسول كي النبي نمذا لقد جاي بوا نعمه هذا بقول هذه سلا لقد جاي إلهي مهدي والحمد لله ده سيريكم آياته إذن كان إلهي آياتك سوي إذن تسدونا آياتك إلهي وإذن تسدونا سيريكم آياته إلهي آياتك سوي إذن تسدونا وهذا الذي دل يلبي يكجرت تنا سيريكم آياته يعني الدنيا إذا أنت أدوكتان أياد إلهي آيات كي سألك دونتان آياتك كشاكين إيا لما تضع إيا يعني إن روحي حما السماعية مشرقة إن أدونك لقول لبي آخر لقول لبي أيا إلهي إذن تسد دونا كل آيات كي لفتو ذي لو مجيدو آياتك وحبي الشيغيان وحايا وحا أي آيات قرآن يا هذا بآيات دوحي أي شيء تي أي اللي يتوسي دونا هذي اللي يدي هلاقي عذابي وحبا إيمان دونا هذي آيات دو شيء تي تقول أركي سنة وحي بأي شيء تي بعد أركي سنة لكن آيات دلفت هذا اللي يتوسي دونا ما فتعرفون هذه دوات قرن دون تان آيات دي شيء أي شيء تي واد قرن دون تان مشركين تيرهير مكاد أيال شيغيا دوين نووي أركين آيات دي وحي شيغتي بذر دل يدع يدباتو يقفال شواتي كل عذي فتعرفونها واد قرن دون تان وحلوي هلكا كل كي ملائكته لين يسي إلى أن بدر ملائكته دقى الكعك الشيء وما يلاه يقلين ويان ما يلاه كلا ومن أنت أم قلب قوة ناجين جرينا أي شيء على الأرض كيسين جرينا هل كاسة كده قال لمن ملائكته كل كو نك قالوا أي كسر جسته ومن أنت حق هري وحق دفنيا كل كي كجسته حق الدنبي كقول فنيا وما ربك ربك ما أهب غافل كيموك أما يعملون وحي سمعين أيان أما تعملون وحي سمعين أيسان إلهي مموغا ومموغا ذا وحي لوجه ذا يعني وحن بي سمعين أيان مثلا نمنكي وحن بي سمعين أيان كل كي وحنا سمايان هذا نوال الدين إياه وكل كي وحي حماس سمايا بقى لما حلاقيه إنه مدعس كان ولا لا سرودة هذا بالدين تال الدين إياه معها يعني ما لي جوجان بل لا يهيو معها والأقي هاي إلى هاي ذبور جدا يعني وشيء سق حقي سه سجى أول دقيقة واتين سامرنا إلهي وذاتك ووهرون يه حتى قال لي عذابك نذيب أول دقيقة وان نعمه سورة بسم الله الرحمن الرحيم سورة القصص سورة داس مكية على وش يعني إلا وحلق سورة بيا الله بآياته إن الذي فرض عليك القرآن آيات إيو إلا الذين آتيناهم الكتاب لقد آيات بلغة سوريبية وحلو لي إن الذي فرض عليك القرآن هذا حبين كيو نبيكو هجرودو مكا كقورو كعراري قال هذا إلهي كبح ويجري أو كبحي أيو وضضي إلا أن ذاتك مكا كتاك
way qaban jireen oo kulkii ogaadaan waxay dilaan iyo waxay soo celiyaan bay ka dhigi jireen. Dabeedda dariiqii nebigu uu ka baynay oo haddii salo badan ay ama qaarba sii joogaan ama ay idinka daba yimaadaan oo uu ka baynay, dabeedna meel Juxfa la yidhaah ayuu waddada kaga soo dhacay. Waddadii Maka ka timid ama kolkii lagu sii socdo tegaysay buu ayuu halkaa kaga soo dhacay. Kolkaasuu dee beledkiisii wey jeclaystay uu sadaa u sii eegay waddadii xaggii Maka ku socotay. Dabeedna Ilaahay baa aayaddan soo dejiyey, inna aladii farada calayka alqur'aana la raaduka, war waa lagugu soo celin doonaa ayaa iskaga tag maanta, waad ku soo noqon doontaaye. Kolka aayaddaas halkaasay ku soo degtay, Makana kuma soo degin, Madiinana kuma soo degine, halkaa Jafadaasay ku soo degtay. Aayadaheedu 88 iyo 87 midkood. بسم الله الرحمن الرحيم داسين تعالى ياسين كايمين تا حروفتها إلهيم بأقوح أولى جيدة إنك سوى مفسرين تقارن وحكا شك شيئين تلك تا الآيات إي آيات كا آيات الكتاب كتاب كان قرآن كا آيات كمدوي كل كا تلك سورة دان آياتها كجرى للشيئية تلك تاس آياتها سورة دن كجرائي وكلك حق إشارة فوق تعالى ليها حق الدرجة ذا لوجد آية وتنؤم آياتها سورة دن هم بل ليه حتى بآياتها سورة دن آيات الكتاب قرآن كآيات كمذوي آيات ومن الكتاب كدغنتا كتابك المبين وحك العدين حق يبادلك كلا عدينا يي آيات كمدة ويا بيكاد غنتا نطلو وان أغرينا نبيو عليك أذي قد شادان كو أغرينا من نبي موسى وفرعون موسى يفرعون وركد حي اللبضة أيان وحكا أغرينا يعني barki wax kulligii lama wada lahee yacni barbaan bar warkooda kamida Muuse iyo Fircoon ayaanu kugu aqrinaynaa. Min nabay Muusa ayaanu kugu aqrinaynaa bil xaq xaal aanu ku sugannahay annagu amaase bil xaq warkaasi حال أو كسوغي هاي حق أو بمعنى أو خوي هاي أو بيانا هاي أيان وخوغ أغرينا كل كالو أغريو إن الأيو قيسان وجيدنا لقوم بان وخوغ أغرينا لأجل قوم يؤمنون ذاتك مؤمنين تا أكو انتفاعين بان وخوغ أغرينا ذاتك مؤمنين تا أكو انتفاعين بان وخوغ أغرينا أو كو كالبا waa loogu aqriyayaaye waxa qoladan loo khasisayaa dee iyaga ku intifaacaya kuwa kale kuma intifaacaya. Inna fircoona fircoon waa tafsiilkii soo lama odhan war nebi Muuse iyo fircoon ku xidhan baan warkoodii baan kugu aqriyaynaa. Dee halkaasi waa ijmaal warkoodii unbaa la yidhi, dee warkii lama sheegin halkaa laguma sheegin. Dabeedna warka tafsiilkiisii halkana laga bilaabayaa oo sidii wax la yidhi warkoodu muxuu ahaa oo dabeedna la bilaabay inna fircoona la bilaabay ayaa ka dhigan tahay. Waa wixii halkaa lagu duuduba halkan lagu tafsiilinaya inna fircoona fircoon calaa wuxuu ku kibray fil ardi dhulka dhulkan Masar la yidhaah ayuu wax weyn iska dhigay oo ka sarreeya dadka. Waa meeshii uu magaaladii uu deganaa weeye. Wajacala wuxuu ka yeelay ahlahaa ehelkeedii shiican qaybuu ka kala dhigdhigay, inba meel buu qaabiliyey.
شيعاً فريق فريق وخذ جاي سلو وخذ جاي لبس أود بوال وفسره إنه شقوين كيس قل الله سهل كاكش شقي قل الله سهل كاكش شقي قل الله وحبي قوانين وحش يلو أي قيبه ساكوي مادين يا ما ها إنه كلا قيبي ودون يعني إنه وهشينني قل الله وسكت رأيك أنتو قيبك كلا لقي وده إسكت درو سعينا سجلوا جوه شين لوجو سو جيد سنين هك جي يجوا إسكت جيدين ساسو كلا أيو خد لقي يستضعفوا حال وتعيف سنة استعمار سنة ضعيفة قلوا ومنهم قلوين كاكملها يعني قلوين كانوا قيب قيبيين قلوا جوني والضعيف سنة إياه ويعني كده كان يستعد ككله ومن كده جينينه تعدد الدوما وهايستوا كلو كده جيا يستضعف إن جعل ذا لقح عليه يين إلى وجعل على شيء عن قلو قلو كده جي قلو قلو ذا سو يستضعف ضعيفة منهم قلو يجا كمله أو ضعيف سنة وريبر إسرائيل وي شعب بنو إسرائيل أو قلو قلو إنك أو سبيه كمدا يو إياغا غارنمو وضعيف سنيا سليمو ضعيف سيكي واسدي يذبحو أبناءهم إنما دودا وغرغر عجري ويستحيي النساء دمر كودان ودين جري هاي نوش قيان إياغا iska daaya ah muxuu sida u yeelaya wuxuu u yeelaya kuwan wax sheeg faaliyo ku haaniyo waxay wax ku sheegan ba ayaa u faariyo wuxuu sheegay oo yiri dawladnimadaada reer banu Israa'il ka adciifsanayso ku kamid ah oo dhalan doona umba fidi doona باب إن دونه كل خاسوي لكل تيس ذاته إلا ما أكون أن هيستو قبض جي كجرك عن تي ذي كجراني ميان كير رشوا جورع بع يذبح أبناءهم تواصلة كل خا واحد يجي فرعون عقل حمديسة أي هلك كم وقتا قل لهم حشرتي inuu rumeyay waxa ay sheegeen inuu rumeyay inuu beensaday taa labada kama dhaxayso haduu rumeyay oo waxay u sheegeen oo inaan ka dhalan doono reer banu Israa'il baa ku baabiin doona haduu rumaysay dadkan u leenayo maxay faa'iido ah lagu rumaysay inuu wixiisani u baabiin doono ku reer banu Israa'il ka dhashay uu rumaysay محيو دادكن الله ينايا لكن لي تأتوره ما يستينو مذبابين يا داكي مكوان الله ينايا إلان ماءها وأكو إساق بابين دونا وانوره ما يستي محيو ديلي يا عرورتن كومن يالبو ديلي وأولاد دي أنبيا دي هركتك تايا أيو ديلي هذا بوو بين صديده oo beensaday oo wuxuu leeyahay waxan u kan sheegay waa beenti haday beenti tahay muxuu leenaya dadka yaani aqal xumada labada siood midna aqal kuma hayo inuu rumaysay inuu beensaday midna aqal kuma hayo innahu ninka fir'aawn leeyahay kaana wuxuu ahaaday minal mufsidiina kuwa mufsidiinta dul biiska ahayn wanaajinayn dulka dambi iyo xuma ku fasaadinaya ayuu kamid ahaa yaani imku bilaabay ma aha waligiiba caadiba u ahayd mufsidnimadaas debal wuxuu khalqi dilay aan dambi lahayn aruur awo dhalatay buu leenayo kolkaas uu sameeyay dad islaamaha calooshooda wax gala oo ka shaqeeya oo dumar ah ayuu u sameeyay iyaga war isoo hayay buuri halkaas islaantii la ilaa calooshada waxba galayba
إنه دلو هدو إنا رشو إنه دلو إنه كان من المفسدين ودل كان إيا رباتوين كالو فربضان بوساو سمينجري ونريد وحن دونينا أن نمنا إنا نعمينو على الذين كو يستضعفوا لضعيف صلي ورهب إسرائيل في الأرض دولك إنا نقول نعمينه وأنه شيء وين أو من الليلة قلت إنا نسينه أيان دونينا إسأل صلاة ما أودع صلي هذا أنا أقول واحد دونينا كواسي إنا دولك كتليان أرض الله مصر يا شام يا دولك إنا كتليان بين دونينا ومن نقول نعم وين أول سيوي لأن كان فرعون إلى أن ماذا شاكتي وحي ألا سيئي أردن إنا إيهو يرلوك يا قبصدان وإمال كوذية وحوال بكتاليا وحي فرعون إيه خيروه ذو هيسين أردن إيهان دونينا ونجعلهم إنا نكدقنا دونينا آئمة الملح ملح إنا نكدقنا أولدك يو كتاليا إيهان دونينا ونمك ونجعلهم إنا نكدقن الوارثين كو وارثين تير دحلا للكم كل كي ريبن رير قلدن رير قبض فرعون يقولون كل كي كتب معلانين يقولون دحلا بان دونينا ونجعلهم الوارثين وأشوى أهدي الوارثين كوي وحدحلا يي إنا نكدقن يعني وارثنا ماذا؟ سيدان شرعينا معها إنه وارثنا ما كنا قدان معها واسي أيهو إسلي قانان ويسكو دحل جرين الوارثين كو وارثين تلي إلهو أو إنا نكردقنا يعني سيدان وارثنا ماذا إنه وإنه سود حل اللهم جيده سي أيهو إسكو دحلين ونمكنا إنا ندجن اللهم إياك في الأرض لك إنا ندجن المكة منه إيا ندونينا لك هذا الشيء يعني ومصر يا شام يا لك آسورنا إنا إياك كتليان وندجن دونينا ونوريا إنا نتصنو فرعون فرعون يا وهامان أو وزير كيسي فرعون يا هامان إنا نتصنو إيه وجنودهما عيداً كوذي ونوري فرعون إنا نتصنو قلضا فرعون إيه وزير كيسا إيه جندي قوذي يوردن ما كانوا يحذرون وحي أي كبقان هيين إيه قولاً المكر الشائد بابئين دونا ذا يكبقنا هيان إنا نتصنان دونينا حقين كتصنان منهم ربنا إسرائيل بلغتصيا وإنتو كرنا شكي فاليوه الشيغي إنو دي داي أرنتي دعضو إيان دونينا هذا بو جنودهما فرعون إيو هامان جنود دي وحل هاون وجندقي فرعون لورنجري مبيع هاين لكن كل كلمة هامان يا إسقال لبدي جندي إن لبدي جندي ليه بعد مدة كل كا واحد اللي إضافة الله إضافة يعني باب التغليب نيتها وأنتم جنودا يسووا ليه هاي فرعون كلجي إن ده بيدا جنوده هما أون ليه باب التغليب نمو إيو إنه وزير كنا إن ليه فرعون إن ليه وجنودهما لوليه كل كه ما كانوا يحذرون وحي أي كبقنا ين إن نتصنه إن له ضوشنا بين دوننا وين الدعذي وتيد ذا لا تصل هذا بوحل يلي كل كان ربنا إسرائيل أي ماشي لما كمية دين فرعون يا هامان يا جنودا ويبابئين وكل كائنتين ذات قاضي بد قاضي أي كتلي أن ربنا إسرائيل ماشي
waanu tusnaydu kolka waa sidee ilaa waanu tusnay baa la yidhi wixii ay ka cabsanayeen baanu tusnay lamaba ina araga waa ku iyagoo boqornimadii haysta ayaa badda lagu rogay oo fircoon uu binu aadminimaba isdhaafiyuu ilaahay baan ahay yidhi ciidankiisa oo wax ka tiro badanaana waa kuwii raacayee baddu wada haaligtay waanu tusnaydu kolkaasay noqonaysaa waxay noqonaysaa yacnii ruuxan wax la tusayo inuu xayi yahay un ma aha inuu ruux nool uu yahay un ma aha hadduu wixii iska dhaco isaga oo dhintay wixii lalahaa waa la tusayaa hadduu dhaco dee tusidiiba iska tahayba oo wixii wax dhacay ilaan ummadu baa la tusayaa oo joogtee sidii wuxuu iyagiiba joogeen oo arkeen unbaa laga dhigaya wa uuxaynaa waanu waxyoonay buu ilaahay yidhi halkii la yidhi midnaba ay fircoon iyo muuse warkoodii baynu ku jirnaa ee kol wada jir looga waramayayo kol midba gaar looga waramayo dee waa wada warkoodii uun oo kolkaa saddex qaybood buu noqon in fircoon gaar looga sheekeeyo sidaa imika aynu soo sheegnay ina fircoona calaa fi lardi wajacala alaha shiican fircoon bay gaarnimo looga sheekeynaya nebi muusena meelaa laga sheekayn doonaa gaarnimo meelo wada jir ay ishor joogaan oo labada wixii kala maray la sheegayaana way jiraysaa kolkaa dabadeedna tii nebi muuse ka sheekayntiisii baa soo socota wauxaynaa waanu waxyoonay yuu ilaahay yidhi ilaa ummi muuse nebi muuse hooyadii baan u waxyoonay muuse hooyadii ayaan u waxyoonay kolkuu dhashay ayaa loo waxyoonayaa wadaaddu waxyiga ambiyada loo waxyoodaaya dee wadaaddu ma nebiyad baa ahayd see loogu waxyoonayaa waxyigu waa sidee waxa weeye ama ruyaa loogu waxyooday ama wax ilhaam la yidhaah baa jira oo dadka qalbiga lagaga rido kolkaa labadaa mid ee nebiyad mayn ahayn loo waxyoonayo taasaa loo waxyoonay kolkuu nebi dhashay nebi muxuu ahaa nebi muuse kolkuu dhashay ayaa ilaahay inuu arrintii meel mariyaa la doonayaa oo faalkii uu ninkii sheegay run noqdaa la doonayaa ayaa loo waxyooday oo maxaa la yidhi an ardiciyihi jaqsii horta inanka ilmahaaga jaqsii faidaa khifti calayhi kolkaad u baqato in lagaa war helo oo dee arrintu saa u dhacdana faalqiyihi ku tuur fil yami badda ku tuur niilkan idin ag maraya kaa un ku tuur walaa takhaafiihana murugoonin walaa takhaafiiha cabsanin walaa taxsaniiha murugoonin innaa annagu raaduuhu waanu celinaynaa ilmaha ilayka adaanu kugu soo celinaynaa kolkaad badda ku tuurto si farsamo un baanu samaynaynu kugu soo celinay sidaa yeel baa la yidhi wajaaciluuhu waxaanu ka dhigi doonaa min almursaliina rusushaabu ka mid noqon doonaa ee ha u baqanin intaasaa waxyigii noqday waxyigii intaasuu noqday waa jumlada faidaa khifta calayhi faalqihi falyami walaa takhaafii walaa taxsanii inaa raaduu ilayka kolkaa jumladii bal inta shay ay kulmisatay hadda eeg hadalkaasi inta shay uu kulmistay laba amar laba nahyi laba khabar laba bishaaro intaasuu kulmistay intaa yaree hadalkaa yaree koobane waxay kulmisatay intaasoo shay labadii amar waa maxay faalqihi fi lyami badda ku tuur mid waa kaa
midna aan ardiciyihi jaqsi ilmaha kolkaad dhasho jaqsi kolkaad cabsatana fa alqii falyami badda ku tuur labadii amar waa labadaa labadii nahyi walaa takhaafi walaa taxzani ha cabsanin hana murugoonin waa labadii nahyi labadii amar labadii khabar ee war uun ahaa een amar ahayn innaa annaga raaduuhu kugu soo celinaynaa waa war uun amar maaha nahyina maaha innaa raaduuhu ilayka annagaa kugu soo celinaynaa wajaaciluuhu min almursaliina mursaliinta ayaanu ka mid dhigaynaa tanna waa warkii labaad labadii bishaaro haray labadii bishaaro labadan khabar bay ku dhex jiraan labadan khabar labadan war iyay ku dhex jiraan oo kolkii la yidhi waanu kugu soo celinaynaa da waa bishaaro kolkii la yidhi rasuul baabaanu ka dhigaynaana da waa bishaaro kolkaa labadan dambe inaa raaduuya wajaaciluuhum baa isugu jira laba khabar iyo laba bishaaro isugu jira kolkuu sidaa la yidhi horta kolkii ay caloosheeda wax galeen waxaa la yidhi ilaahay wuu asturay iyaduna wuu isqarisay ilaan dumarku iyagaa isa sheegi jiray odhan jiray waa tiila lahaa saase iyagaa isa sheegi jiray si aan dhibaato ugu imanin waa isqarinna baa la yidhi iyadu waa isqarisay ilaahayna wuu qariyo waxyaalahan dadka yacnihi calooshooda dumarka calooshooda wax galaan ay ka muuqata iyo ama ay xanuunsadaan iyo waxaasina ma lahayn baa la yidhi ee lagu garan jirayna taana ma ina yeelan baa la yidhi dabadeedna kolkay fooshii timid ayay gabadh ay kuwan wax umulisayooyinka ka mid ah oy saaxiib ahaayeen ayay deedna u yeedhatay gabadhii baa u timid waana kuwan fircoon u shaqeeye ilmihii dhashaba dila sidii loo dilayay dee farsameeye weeye kolkay ka umuliyaan bay dee dili jireen kuwaasay ka mid ahay tan ay saaxiib yihiin tii baa u yeedhatay ee waxaanaa dhacaye bal kaalay se idha way ka umulisay waxay iyada u qaadanaysaa intay u yeedhatay inay leedahay ilmahan deeba sidii farsamadii aad u dilayseen iyo sidaad samaynayseen iga qaadoo dee samee iyo iyadu tan moodaysaa ilmihii kolku dhulka u soo dhacay ayay calaamooyin nuur iyo wax ka aragtay kolkaasay tirinaa waxaad iigu yeedhatay aan kaalay ilmaha iga khaariji inaad leedahay ilmaha agansa waa ku amar kala wata e kan anugu waxba dilkiisa iyo dhibaatadiisa samayn maaye iska hayso un bal si alla kugu yidhaahdo ilmahana waa ilmo cajab lehe tiibay deedda kaga tagtay dee jaqsiidii ilaahayna uu faray ayay jaqsiisay saddex bilood bay jaqsiisay dabeedna kolkaasaa kolba xamlad baa fircoon qoladiisani kuwan u shaqeeya kolba xamlad bay soo qaadi jireen bal wax uur leh iyo wax dhalay iyo wax soo eega oo iyo kolkaasaa deedna ciidan lagu soo kicin jiray dumara tiibay ka yaabtay kolkaasay deedna sidii la sheegayo baddii ayaa ku tuurtay intay sanduuq u samaysay si aan biyuhu u gelin bay deedna ku riday ayaa halkii ku tuurtay dabeedna sidaa ayay arrintu ku timid way jaqsiisay oo sidii ilaahay yidhi bay iyay yacnii rumaysatay way jaqsiisay saddex bilood kolkii dambe ee lagu soo kacayna waxay istiri waa lagu heliyo way ku tuurtay inna fircoona fircoon wahaamaana iyo haamaan faltaqadahu haa waan dhaafay walaa taxsan innaa raadiina min almursaliina faltaqadahu dabadeedna waxaa qaatay ilmihii aalu fircoona fircoon dadkiisii baa qaaday
محي أقاتين ليكون إنه هذا اللهم يجا عدوا عدو يوحزن المرق إنه هذا يا أقاتين وحلي لكل كي أي فرق بوك صوجي حذي نيلك وبيجا نيل إلى بوك صوجي حذي فرق ده بيدنا فرق أيو المه صور راعي هو كان أقل كي فرعون هرمي من ده هالكي باب وروحن وحن يرى صندوق بدو وضو بالسوق بتاع السوق بالماء الماء بك صوبح اسلام تي سي يا ديدنا تري سدا سو سوتا المهن انو دا فالتقدوا آل فرعون وواصلا فرعون آل كي سبا قاتي ليكون لهم عدوا انو هذا يعني علم ماها لام العلم ماها لام العاقبة لنا يعني سلاسة أرد عليهم بلوجي ذا يجو وحب أوقاتن المكرك تيجي وحنه لكن عاقبة ذي بيسرق تي إنه مرق يعلو النقض ها عاقبة ذي بسان قتي لكن لفظ قصدا إنه طالعي إنه علو النقض يمرق بأوقاتن إن فرعون فرعون يوهامان هامان وزير كيساسي وجنودهما جنود كيساسي كانوا حيهان خاطئين يهان جرين يعني إما كيهين معها ولقود بخلط بيك الشقينيين ولقود بخلط بيك الشقينيين وعاسين إلهي عاسدي ومدير لما يسي إلا وزير كان هامان إلا وحنو إسلام لوذيه أي إسلام نقضين وقال الدبديد كل كي قاتين فرعون قوم كيسي كل كي قاتين المه وقال وحي تري إبراهة فرعون فرعون إسلام في سباتري آسيا قرة عين لي بيتري قرة عين لي هو المهني يوجد قرة عين والقبوسي لي أنقو إيهي ولا كفرعون وادو كويهي الا تقتلوه هدلنا بيتر هدلنا يعني فرعون يا جميعي سن لا شوده اي لا تقتلوه اما فرعون بيبي كلغي لا تقتلوه هدلنا وي وينينيسا اسغي وينينيسا اما اسغي انت لا شقيسه لهدها هدلنا اسا ان ينفعنا انه ان انفعوا دو يهي أو نتخذه إن كدغنا ولدا با إن ولد بكدغنا أولاد ما إن اللهين سلا سيتري إسلام تبا ساتري تبا ويالين ويدايين ما إن اندلين ما إن اندلين وحالا إذا هلكا قرة عين لي ولكا كل كي تري أيولي قرة عين لك وي أنا قايل ما هاي أذوك وي هاي بوج أيو يدي بالي إلا إله بقى هذين يا أدا يدو أنا يا هدي إلهي كل كي وران لها قرة عين بينو يا هاي وابو رومين لها يا أدا الله وهم لا يشعرون يجون أجين أي ديد الدايين إن عربتي سباب إن دون توكيل شيء وي هاي يقول أقيم بيت داين ولا الدينة يقول كيف ما قشي المه سافر عمبه وأقلي وأصبح وح النقضي فؤاد أم موسى النبي موسى هو يدي قلب جيد وح النقضي فارغا كمرا وح الله وح قلب جيد كجره مجره إلا إنا كاسدون قندونا يعني واحد كله كم رجية هاي واحد كم رجوع توكل مجرو قلب جيدو المها مروكتي سيمويان واحد كله كم رجية أما قرشة دي بقى كم رنبا وفارق أي كتاي إن كادت إنه أمر عشان يكادت واحد ولا واتي لتبدي به إنا الشيخ تبع الله يسيا وائل المها يجي إنا يتلا ودبيدنا أي حجن كرويد أي إن يرؤسك التاي
لولا أن ربطنا هذا أن أتكين بإلهي على قلبها قلب كذا وأن سبر قلنن ويشيق لهيد موائل ما هي قيبة أوران لهايد أنت إسعين كريويدو محان قلب كذا وأتكين أن أحرنا لتكون إينا نقط من المؤمنين كوة رمية وعدك إلهي إلا إلهي بايد أنك كوكو سوعلن aan u ficnaan doona dhibaato ma jirta ilaahay baa u yabohay oo waxyigii aynu soo dhaafnay way kolka hadaan qalbigeeda xirin oo inay muuminiinta ilaahay wacdigiisa rumayso aanan u jeedin waxay noqon lahayd way is sheegi lahayd waqaalad ilaahay baa sidii ka dhigay oo way adkaysato way sabirto dabadeed ismaydan sheegin waqaalad waxay tiri luuqti walaashi maryama ayay ku tiri qusiihi bal baadi goob samee oo meesha la geeyay iyo siduu yahay iyo waa taa yar bal baadi goobka samee bay tiri bal waxa lagu sameeyay iyo saliina dabadeed tii inantii baa dhaqaaqday فبصرت وحي أرقت به موسى أرقت عن جنوب الميل فوق بيك أرقت دائلا نمسو دوانيس أو ماشن بقرتو يدا فرعون وكيه ما إيمان كريسي ميلها هريرها يرمر مرتو شيد بيك أرقت إلمه الله حيو إيه شيد كأرقت وهم لا يشعرون إيقون مؤقع inay ruuxa sheeda taagan inay inankan ay raadkiisa gurayso warumahayaan inay walaashi taayna warumahayaan inay raadkiisa gurayso inay walaashi taay wahum laa yashcuruuna midna waruma midna war looma hayo kolkaasay dabadeedna ayay halkii ka aragtay sheeda والله سبحانه وتعالى أعلم.